على دلعون الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة على دلعون الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة وإن بدك تعرف أخبار الحارة اسأل عليها يلبي ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة يا مختار المخاتير خدني على هالحارة حتى أعرف شو بيصير بهالحارة المحتارة عوض عوض تعال تعال باجي لك تفرج يا زلمه هات سيكولا هات سيكولا هات تعال شب جرك عني يا نعيم شو بدك يا زلمه اعطيني سيكولا بقول لك الخبر بجنن شو هالخبر والله اللي بده سيجاره يعني ولك خطفوا ثلاث مستوطنين في الخليل بربك بتحكي صحيح والله ما بزل عليك طب شو صار بعدين تعال التلفزيون بس بعد الاخبار طب تعال كمل ليه الله لا يبارك لك يا نعيم خطفوا ثلاث مستوطنين اه خطف السيجاره وطلع زين ما حكيت لكم شباب بتزبطوني عشان اظبطكم طيب تهمل عشان ما احنا قدها وقدود انت انا حتجيب اخلتي جميل حتى هذا فساد روح روح ولا يا سلامي انا امي هذول اللي عندك شو دخلك انت اللي هذا الحكي آه. انا بفرجيك شو بدك تفرجيني فيش شيء تفرجيني على ما بخيلك الشبو ولا سلامه ترى انا مشكلين وهبلك هار بتخليه لفاطمه وابو عطا تاعك فهمت يلا كل مين هذول هذا اصحابي من بلا حاله يعني هبايل مثلك هبيلي تحكيش عني هبيلي فاطمة أنا ما بتحبنيش شفتها اليوم طيب غير في الموضوع غير في الموضوع ماشي أبكى هبيلي أحسن ما أبكى فساد مثلك حلامي نصاب أنا أحسن هبيلي ولا فساد والله أبالي أنا والله يا جماعة من زمان بدنا هالقعدة بدنا زمان يا والله يا الله عطى عليك نور والله انك شركت نبعد عن الحارة واهلها ومشاكلها ومصائبها بس ما تظهرنا الحارة بشكلها يا زلمة الله اكبر ذاكر يا ابو لطفي يوم شيخ الحارة مسجك وانت صغير وضربك وعملت على حالك الله اكبر يا ابو عطا لشو هالخرافة لشو يا ابو عطا بتتذكر يا ابو العبد يوم جينا انا وياك وابو لطفي عشر بنتين واحنا صغار عشر بشو اسمه خريوش خريوش وظلينا انا وابو لطفي تحت التينه وانت طلعت تحت التينه ما غير هيك ايوه طلعت انت على التينه وكان الله هذيش ليا وكان اجى خريوش وشربنا انا وابو لطفي وظليتك انت على التينه والله لو انه مسج ان شاء الله اليوم بكون فيك صدق الله هذيك الايام يا اخوان يا الله الله اكبر هذيك الايام انت بترك يا ابو عطا هذيك السنه وانت مروح من السراحه جيت تتحمم في الدار وش عندكم ميه وقمت تاخذ صابونتك واواعيك ورحت على العين تتحمم جينا احنا عليك ابو عطا وقمنا نسرق اواعيك ونفل من هناك غربه وظليتك في البير مشلع وجميع اهل البلد يدوروا عليك سليم الدك رضاع سليم الدك رضاع الله اكبر هذيك الايام مبروك يا الله هذيك الايام ولا هذيك السنه واحنا سارحين جينا عليك تذكر ابو العبيد هذيك السنه جينا عليك وانت بترضع من بكره العجال قلنا لك شو تسوي يا ابو عطا
قلت انا جعان يا عم الدرداع لي شوي من البقره. اقول لك انا مش متذكر شيء. اقولكم والله مش قاعد معاكم. لا والله اقعد اقعد علي الحلال اللي تقعد. يا تتذكر بدك علي الحلال اللي تقعد. ارجع صلاه محمد على راسك. ارجع يا ابو عطا. ارجع علي علي الحلال اللي تقعد. ارجع يا ابو عطا. ارجع مالك. ترى انا رجعت عشانك ابو العبد. الله يكبر شرك. اشربك يا ابو عطا. احنا قاعدين بنحكي قاعدين مع بعض احنا يا زلمة. ايش يا جماعة هذا؟ احنا بنتذكر في ايام زمان يعني نداري شيء في... لا حول ولا هاي بتفطن اللي بدك اياه يا ابو عطا. احنا ابو عطا غشيمين عنه يا ابو العبيد. الله عوض عوض تعال فعكل لك تعال. هاي انا عين شوفي جديد. شو صار؟ لا ما دريتش. خسفوا الخليل خسف وهم يدوروا على المستوطنين وملكيهم مش مهم ما بلكوهم ولا البكيت صار خالص يعني ببشرك. اسمع تابع التلفزيون بتعرف الاخبار. روح يا زلمة. جاهزين شباب الليلة بدكم تخطفوها وتجيبوها عندي. بحبها لك كثير. لا تخاف بدل ما تدافع حط ايديك وجريك بمي باردة. انا خايف منك تخطفها تلوحها معك. خايف منك انا. جاهزينات ابو الشباب؟ ولا يهمك كتل فيه خطف فيه بس بدك تزبطنا انت يعني. بلشت اخاف منك انا. طيب روحوا بلاش حدا يجي. انت فوق خايف منك انا. يلا خرب بيتك يا سلامي والله ما انت كليل. نجم سلامة؟ نعم. غنيني أغنية حلوة. غني لك؟ اه حب أنا. طيب شو بدك غني لك؟ فطومي فطومي فطومي؟ طيب استنى شو لك في أغنية أحسن منها. شو رأيك؟ إشي رومانسي. طيب استنى شوي. استنى شوي هاي راح تعجبك شوي. يا بنت السلطان حن على الغلبان والمية بإيديك سكيني وسلام العطشان. بنت السلطان حن على الغلبان مية بإيديك سكيني وسلام العطشان. عجبتك؟ متجنن سلام متجنن. بحسنك. غني غني عيدة عيدة غني نانا. أول واحد بيقدرني. يا بنت السلطان حن على الغلبان المية بإيديك سكيني وسلام العطشان. ولك نجم أوعك عمرك تغني قدام سلام إيشي. ماشي؟ شو هالحارة هاي؟ شو ولا يا سلامة؟ سمعت صاير كتال كتلة من وراي وأنا مش داري؟ ما دريتش؟ لا ما دريتش. مجنم كمان. اسمع ولا يا سلامي لآخر مرة بسألك. نزل ايدك. أنا أمي هذول الشباب اللي بكوا عندك. نزل ايدك هذول أصحابي بخليهم يذبحوك. ولا سلامي إن الصاير واحد كذاب. أنت تكذب. اسمع بدك تقولي شو بتخطط أنت وياهم يا لسركة يا لخطف. أما اسمع ولا إذا فيها الشغلة سركة محرزة خذوني معكم. ما دريتش أنت؟ لا ما دريتش. بديش أحكي لك؟ لا أحكي لي. بدي أخطف فاطمة. شو يخرب بيتك ولك هاي الشغلة كبيرة. وطي صوتك خزيتنا في الحارة. ما تحكيش حدا خليها بيننا. شو اخليها بيننا؟ بدي اكل اللي عندها بعطة بوريك. انا غبي انا حكيت انه نلفسين. عوض عوض تعال كلك تعال تعال بعجلي. يا نعيم تريد شو صار؟ شو صار يا نعيم؟ في الخليل يا زلمة. أمي بدور على المستوطنين في الخليل وبدور على بكيد الدخان في جيابي. كب شرك عني يا زلمة. بديش أعرف أخبار والمستوطنين إن شاء الله عمرهم ما ببينوا. إن شاء الله ببينوا في داركم. روح من هنا. كب شرك عني. يلا هيا ردك في داخلنا. سمعت أقول لك يا عم أبو العطاء. اليوم وأنا مارك من عند دار سلامة شفت اثنين طالعين من عند سلامة. ولو تعرف شو بده سلامة منهم. طيب بدو يخطفوا له فاطمة بنت مفخرة. ولك بتحق اوعى تشون هاي شغلة من شغلاتك الفارطة. لا ما هيش فارطة ولا اشي. بحكي معك الصح. بجرة دار بفجلة تفضحونا في الحارة كلها وبتصير سمعتنا تحت الأرض. وحكالك هاب تحت الأرض السابعة دار بفجلة بتولع بيننا وبينهم والدم بصير لرجة. وهيني قلت لك أنا. طب يلا يلا عند سلام.
وان شاء الله هنا ما تشون من دواوينك الفاطمه. لا خش من دواوين الفاطمه. ولك انت واحد ما بتستحيش، طملت راس الذكر كلهم لتحت. بس ولا كلمه ولا كلمه. ولك هذا وانت مجنون بتعمل هيك؟ مجنون؟ كيف لو انك عاكل؟ ها تعرف انا بدي اخليك لدار الذكر يقاطعوك. انت وحرام تشون من دار الذكر، حرام. اخذتك جلطه أنا. ولك الله ينتكم منك، جبت لنا العار. كله منك. نعم وراي وراي. يلا يا عمي يلا. انا طوالك مدحت. عم الفوز سلامة. فيش بطانية خربان. ايه الله ينعل الشيطان. والله انك انت العاكل في هالحارة يا سلامة. في عندك كيس خيش؟ شو؟ كيس خيش. ايش لك في كيس الخيش يا سلامة؟ تحطه في غلاب يا وعي. طيب استنى تفوت اشوف لك كيس خيش. خذ يا سلامة هاي كيس الخيش. بدي واحد اكبر منه. شو اكبر منه؟ بتكيس احالك وكميس يا زلمه؟ بيجيش. بيجيش؟ شو بدك اكبر منه؟ كأنك بدك تسرق لك سركه؟ شو بدك تصير حرامي تاني زمانك؟ حرامي؟ بينفعش هذا، بيجيش عليها. ابو الفوز. ايوه يعطيك العافيه. اهلا مدحت خير. شو ماله سلامه؟ جاي يا سيدي بده كيس خيش. والله هذا ما حدا عارف له جوع من بوع. يا مدحت ما انت عارف اللي زيه عضب الله على البركه، واللي زيهم هذول مرفوع عنهم القلم. والله ما حدا مرفوع عنه القلم الا احنا. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله معك. خلينا الثاني بلش في الراديو شوف شو قصته. يا ابو عطا زمان ما شفناك يا زلمه. من هذاك اليوم لما قعدنا بالهيش احنا وياك وبكينا متأنسين تحت الشجرة. من يومها ما شفناكش. خير يا ستار؟ شو فيه؟ هم والله هم كبير يا ابو لطفي. هم الله لا يجيب الهم علينا. خير يا اخوي؟ فضفض لاخوك ابو لطفي. خير يا ستار؟ يا ابو لطفي شو بدي اقول لك تقول لك؟ هذا سلامة الله لا يجبر له يا الخاطر. سلامة؟ ماله سلامة؟ خير؟ هذا يا سيدي سلامة. بعدين ابو لطفي. بعدين يا ابو عطا. يا ابو عطا الله يجون بعونك يا ابو عطا. جننوه دار الذكر، جننوه دار الذكر. اسمع يا ابو الفوز. نعم. بقول لك ابو عطا ممنوع تتعامل مع سلامة ولا تساعده ولا تشتري منه ولا تبيعه. ول ليش؟ شو فيه؟ هيك ابو عطا بيقول وجميع دار الذكر مقاطعينه. يا سيدي انا بالنسبه لي طالما عيلتنا دار الذكر هيك بدها انا سمعا وطاعه. شو مالهم دار الذكر عليك يا سلامة؟ خارج جميع مقاطعك وما حداش بيحكي معك في الحارة. عم بقطع حاطط نكلي بديش اياه. تحكينا مع عم بلطفي عشان نصير دار فجلة. هي جمعية يا ابن الحلال. وبين وبينك دار فجلي ولا دار الذكر ولا دار النسناس جميعياتها خلطة واحدة. تنفعوش؟ ننفعوش. احكيني خلص احكيني مع عم بلطفي. الله يعينك على عقلك يا سلامة. تجوزني فاطمة؟ لا عم الفوز بدك يا ابوكي. شو؟ سلامة؟ اطلع برا فيش لا بيع ولا مشترى. اطلع برا امشي. فيش بيع ولا في مشترى معك. امشي بس اتجوز فاطمة دخلني عم ابو لطفي قصقص. روح بلا ابو لطفي بلا فاطمة بلا هوا. امشي ما عليك. سلامك.